مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. الفيديو ما اليوم هو عن تطبيق تيك توك، تحديدا كيف أعرف الشخص حاضرني أو لا. فحبيت أعمل هذا الفيديو، لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعين عربية باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد من عندي. وجديد على قناتي، قناتي اسمها بلين بعين عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل. في البداية راح ندخل على تطبيق تيك توك، من داخل التطبيق أشرح لكم. إذا حتعرف الشخص حاضرني أو لا، راح أدخل على تطبيق تيك توك، وهذا حسابي KJLD123535. بعدها راح أدخل على أي محادثة دخلت هذه على هذه المحادثة مثل ما تشاهدون قدامكم، وحسابي الثاني مفتوح. راح أرسله مثلا صباح الخير. طبعا أنا أجرب قبل ما أرسل، شوفوا شلون أرسل عنده. الآن راح أدخل من حسابي الثاني وأعمل حظر. أعمل حظر مثل ما تشاهدون قدامكم، راح أرسل شكرا. ظهرت علامة قد يكون هذا المستخدم غير قادر على تلقي رسالتك بسبب إعدادات الخصوصية. هذا اللي ظهر عندكم لو طلعنا من التطبيق ورجعنا دخلنا عليه. لو طلعنا من التطبيق ودخلنا هنا راح تشاهدون انه الصورة مال المستخدم راحت. راح ارجع احذف الحظر، الغاء الحظر اعمل، والان ارجع ارسل له. شوفوا راح علامة الحظر هنا، بقى قلبين وصلت عنده، القلبين وصلت والأوكي وصلت. الآن كيف راح يرجع الحساب هذا لم يتم العثور على الحساب، كيف راح نرجعها؟ فقط اللي نعمله نخرج. الآن بعد ما تعمل الخروج من التطبيق وترجع تدخل عليه، راح تشاهد أن الصورة رجعت صورة المستخدم بعد ما فتح الحظر. فهذه الطريقة الوحيدة حتى تعرف الشخص المقابلك حاضرك أو لا، مثل ما شاهدتوا قدامكم صورة المستخدم موجودة، وكل ما ترسل له يقول إعدادات الخصوصية للأسف ما تقبل أنه ترسل له، فهذا معناتها الشخص حاضرك. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفاديت منه أمانة اشترك بقناتي وشاهدها وأرسلها لأصدقائك، لأنه أنا كلش محتاج مشاهدات ومتابعين القناة. تحياتي لكم، أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.